مهندس العتيبي على هذه الدعوة الكريمة، وأنا حقيقة يعني سعيد جدا. يعني هذه من أكثر الحضور الجماهيري في الندوات، خلينا نقول في الشهرين الماضيين، وهذا يدل على أن الدائرة الخامسة فيها وعي عالي، وندل كذلك يدل على حب أهل الدائرة الخامسة لصاحب الدعوة. هذا يدل على الوعي الكبير اللي تشهد الدائرة الخامسة، ويدل كذلك على الحب الكبير لصاحب هذه الدعوة هو الأخ الفاضل خالد مونس العتيبي. أنا بس ودي أتكلم عن نقطة مهمة جدا يجب أن تعيها السلطة، وأنا أعتقد أن الكلام يوصل. مستوى الفهم، إذا وصل الناس إلى مستوى فهم معين لا يمكن أن ينزل هذا المستوى، إما أن يبقى على نفس المستوى أو يتطور إلى أعلى. اليوم الشعب الكويتي وصل إلى مستوى عالي من الفهم السياسي، فما راح يجينا بعد فترة ولا تراهنون أن الفهم السياسي للشعب الكويتي راح ينزل، إما يبقى على ما هو أو يتطور إلى أكثر. لذلك نخاطب السواد الأعظم من الناس اللي يقولون أنتوا ليش نقصتوا على حكومة منتخبة وتداول، خلينا نقول، أو دائرة واحدة أو إشهار الأحزاب أو الجمعيات السياسية، حنا نبي التنمية. ترى في ناس قاعد يقولون هذا الكلام وعندهم حق لما يقولون هذا الكلام، نبي الجامعات ونبي المستشفيات ونبي، أنتوا ليش تروحون حق موضوع الحكومة المنتخبة؟ أول شيء المجلس المبطل أقر الجامعة وقر المدينة الطبية في مداولة الأولى، وجاري في حل المشكلة الإسكانية. الآن عندكم فرصة للسلطة تكلم، عندكم فرصة الآن بعد مرسوم حل المجلس 2009 وبعد الفائض في الميزانية 10 مليار المعلن طبعاً، واربعة مليار اخذتها الكويت قبل شهر من العراق تعويضات، يعني 14 مليار. السلطة لو كانت جادة في الإصلاح وفي الكلام اللي انتم تبونه كان خصصت 3 مليار فقط، مليار تبني فيه جامعة او جامعتين، ومليار تبني فيه مدينة طبية او مدينتين، ومليار تبني فيه مدينتين سكنيتين. لكن هذا الامر مو عند السلطة. السلطة ما عندها هذا النفس، ولا عندهم نفس حكام الخليج على اختلاف أنظمتهم اللي نختلف مع معظمها. لكن في جانب آخر أن الحاكم يرى أن هذه دولته، السلطة ترى أن هذه دولتها، فقاعدة تعمر السعودية على كبر مساحتها، البحرين على ضعف مواردها المالية، قطر على حداثة غناها. إلا أن هذه كل هذه الدول قاعد تسير باتجاه التطور، كل كويتي سافر للدول هذه يغبطهم على التطور، بينما عندنا في الكويت الوفرة المالية موجودة والدراسات موجودة، بل المشاريع والقوانين موجودة. لذلك نحن نتحدث عن عنوان ندوة الأخ خالد مونس، إصلاح الوضع السياسي. انت حتى تحقق هذا الامر انت كل شيء عندك، الوفره الماليه عندك، الاستشارات عندك، الدراسات عندك، كل شيء. ليش ما يتحقق هذا؟ لان السلطه ما تؤمن بهذا الامر. لذلك نحن نطالب باصلاح سياسي، اصلاح سياسي مو ترقيعي. ترى نقدر، انا اتكلم عن نفسي وعن قناعاتي، نقدر نتكلم ونقول ارحل يا جابر، ونتكلم عن امور كثيره، تجي الانتخابات وننجح أو ينجح من ينجح في الانتخابات، والسلطة تمارس هوايتها. المجلس هذا يعني، والكل يعلم أنه لو ما تم إبطاله من خلال الخطأ الإجرائي كان سوف يتم حله. لذلك خلنا نحل أصل المشكلة.
أصل المشكلة لما نتكلم عن إصلاح سياسي حقيقي نتكلم عن حكومة منتخبة. إذا نبي الكويت تطور، وجهة نظري الخاصة، إذا نبي الكويت تطور، وأعتقد يشاركني فيها الكثير من الشباب ومن الشعب الكويتي، إذا أردنا الكويت تطور وتخرج من عنق الزجاجة، يجب أن ندعم المطلب الشعبي في تحقيق حكومة منتخبة. لأن الفترة السابقة أثبتوا لنا أبناء الأسرة عدم قدرتهم. الكل لما يوصل لهذا المنصب يفكر في ترتيبات ولاية العهد، واليوم خلافات وصراعات الأسرة على هذا المنصب مو بالكويت بس، واصلة حتى في دول المنطقة. الكل يعلم أن الشيخ هذا قاعد يضرب الشيخ هذا. ليش؟ مو هدف التنمية لما يوصل رئاسة الوزراء، ترى مو هدف التنمية ولا هدف الشعب أو المواطن الكويتي، هدف شلون يقفز إلى ولاية العهد. لذلك يجب أن نجنب أو ننتزع هذا المنصب. البعض يقول أو الإعلام الفاسد يصور تصويرات غير منطقية. تبون تصورون مثل لبنان؟ تبون تصورون نفس الدول؟ الكلام هذا مو صحيح. أنا أعتقد اللي يعني وجهة نظري من يشكك هو يشكك في الشعب الكويتي. اليوم الكويتيين ما هم أكثر حفاظاً على النظام أو ما هم أقل حفاظاً على النظام من الأردن، ونحن نعرف طبيعة تكوين المجتمع الأردني. ملك الأردن معطيهم رئاسة الوزراء، المغرب كذلك معطيهم رئاسة الوزراء. ليش تشكك في قدرة الشعب الكويتي إذا تعتقد أن هذه الدولة ملكية خاصة؟ نعم، إذا أبناء السلطة يعتقدون أن الدولة ملكية خاصة، نعم كيفكم. لكن هذا الكلام ما هو صحيح. نحن شركاء في هذه الدولة. إحنا اليوم 2012، وأنا أكد على نقطة مهمة جدا، إن مستوى الفهم إن لم يبقى على ما هو عليه ما راح ينزل. وجربنا في عام 90، ترى الكويت في 90 أدار الشعب الكويتي نفسه بنفسه، ما كان موجود وزير ولا كان موجود شيخ يدير البلد، ولا ظهر عندنا الشحن الطائفي والقبلي وقالوا طراثيث وقالوا ما ترى ما طلعت هالكلام إلا لما جيتم أنتم تحديداً ب2006 وجاي، طلعت هذه الأمور على السطح لترتيبات بيت الحكم. لذلك أي واحد يشكك، يعني يشكك في أن رئيس الوزراء يصير طائفي مثلاً، يصير شيعي وراح يصير ضد السنة، هو حتى يصير رئيس وزراء يجب أن يكون بالتوافق مع أغلبية برلمانية، والأغلبية البرلمانية ما راح تسمح له بهذا الشيء. هذه الأسباب الواهية اللي قاعد يطرحونها حتى يخلون الشعب الكويتي ما يقبل بالحكومة المنتخبة. لكن أنا قناعتي الشخصية إذا كنا جادين بالإصلاح، حتى لا نكون في حلقة مغرقة، انتخابات بعد 6 شهور وبعدين مجلس وبعد سنتين يحلونه وبعدين وندور في حلقة مفرغة. أنا أعتقد أن أصل الإصلاح الحقيقي في الحكومة المنتخبة، وأنا وضحت الحكومة المنتخبة تكون باستجابة السلطة للمطلب الشعبي أو من خلال تعديل الدستور، حتى نخرج من هذا النفق المظلم اللي ضيع الكويت سنوات طويلة. دول المنطقة كلها تعدت الكويت وحنا في مكانك راوح، بل أسوأ من ذلك. الناس الآن ما تبي تنمية، لا أنت تبي المحافظة على المواطنة. قاعد يضربون شيعي سني حضري بدوي، والكل يعلم أن هذا الأمر قاعد يصير برعاية من أبناء الأسرة، ما هو شيء يعني ما حد يعرفه، لا الكل يعلم أن هذا الأمر هو مخطط قاعد يمشون عليه لضرب فئات المجتمع الكويتي، حتى يقولون شفتوا ما لكم إلا غير الصباح. وإحنا ما نقول غير هالكلام، ما حد تكلم عن المادة الرابعة من الدستور. إحنا نقول الحاكم من أبناء هذه الأسرة، ولكن في المادة السادسة اللي تنص معانا أساتذة قانون ومتخصصين في القانون، وأنا أتحدى واحد يقول المادة السادسة تقول إن الأمة مصدر السلطات. وين مصدر السلطات؟ وين تتجلى هذه المادة؟ لذلك إحنا نحتاج إلى تعديل دستور.
الدستور هذا لخمسين سنة. الدستور نفسه قال بعد 5 سنوات من تطبيق الدستور يجب تطوير الدستور أو تعديل الدستور في المادة 174 175، وقصد المشرع من ذلك إن بعد 5 سنوات نشوف وين المثالب الدستورية ونقوم بتعديلها. أصلاً الدستور الكويتي حنا أخذناه ترى من المصريين، اللي المصريين أخذوه من الفرنسيين، الفرنسيين عدلوا أعتقد 4 مرات والمصريين عدلوا 9 مرات، وحنا لازلنا مكلبين بالنسخة الأصلية إلا الدستور. لكن لما نقول الآن تعديل الدستور، الدستور نفسه في المادة 174. لذلك أنا قاعد أقول إن المطلب الحقيقي للإصلاح السياسي إذا نبي إصلاح وكنا جادين أن ندعم الحكومة المنتخبة، لأن هي اللي راح تطلعنا من الحلقة المفرغة اللي قاعد ندور فيها، وأن يحكم الشعب، ولا يجب أن نشكك في أبناء الشعب. لا، الشعب قادر على إدارة البلد، وحنا نعرف أن مجلس الوزراء أصلاً قاعد يديرون الشعب، بعض سواء رئيس الوزراء أو بعض الوزراء أبناء الإصلاحات ما يحضرون بس البروتوكول، لكن حقيقة الأمر اللي قاعد يدير مجلس وزراء وناس متنفذين. أنا في الختام حتى لا أطيل أدعو الشعب الكويتي وأدعو أهل الدائرة الخامسة اللي شرفونا اليوم في ديوان أخوي خالد مونس اللي ما هو غريب عليه. بالمناسبة السلطة حاولت أن تجعل المعركة بين الأغلبية والحكومة، وقالوا هذه المعركة شوفوا نواب الأغلبية ما يبون الدوائر خايفين على كراسيهم، وحاولوا يجعلون المعركة بين الأغلبية وبين الحكومة، لكن انصدموا إن الإصلاحيين ترى مو بس الأغلبية، إن الشعب الكويتي كله إصلاحي، وعلى رأسهم بالدائرة الخامسة منظم هذه الندوة، إن حنا ما نقبل. الأمر ما يختص أغلبية وغيره، الأمر يختص حقوق مكتسبة، حقوق إن الشعب ما يقبل زمن الفداوية، ولا واللي قاعد ينعتون الآن يقولون الفداوية أو الدستوريين الجدد فهموا الدستور قاموا يسألهم الدستور. أنا ماني ما يعني ما صنف الناس وفق المصطلحات هذه، ولكن اللي يؤمن أن هناك دستوريين جدد ترى في المقابل في فداويين جدد. إذا كانوا في ناس قبل فداويين وصاروا دستوريين الحين ترى انقلبت الآية، أنت الدستوري القديم صرت فداوي الحين. واللي يتشدق ويقول إن حنا أهل الكويت، طبعا هو قصده ضرب الوحدة الوطنية، يقول الدستور مو نفس قبل لما كان النائب الفلاني والنائب الفلاني، مو نفس معارضة الحين. يعني أقول له النعم في النواب السابقين اللي كان لهم بصمات وطنية واضحة، لكن انت شنو دورك؟ وأنا رد عليه رد جرير على الفرزدق لما قال لي إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. إذا أنت تفتخر أن آبائك وأجدادك حافظوا على الدستور فترة الستينات والسبعينات، أنت وينك الحين؟ لذلك أنا أدعو الشعب الكويتي يوم الاثنين القادم يوم تاريخي، وحنا اليوم ما نتكلم عن تعديل دوائر إن تعديل الدوائر لصالح فلان أو فلان، لا، أنا أعتقد إن تعديل الدوائر إذا صار الحكومة راح تفصل مجلس وطني، وهو الأساس. إذا جابوا لنا مجلس وطني خلاص يقول لك احترم هذه خياراتك، لا، خياراتي أنت فصلتها. ولما يتشدقون إن الدستور والقانون، واحترموا القانون واحترموا الدستور واحترموا الحريات، ترى مصر وتونس وسوريا واليمن فيها مجالس انتخابية منتخبة وفيها قضاء، لكن الشعب أسقط الفساد. لذلك حتى لا أطيل أنا أدعو الشعب الكويتي أن يكون متواجد دفاعاً عن الدستور، دفاعاً عن انفراد السلطة في قيادة الدولة. في يوم الاثنين القادم أما نكون اللي نبي ولا عسانا ما نكون. شكراً.